اليوم سي مبغفله مدير ديال مهرجان كيران الدوره الثالثه. مهرجان كيران عادات وتقاليد في الدوره ديالو الثالثه كيأكد الحضور ديالو كمهرجان دولي وخذ الطابع الدولي ديالو من اجل تعريف مهرجان كيران وربطوه بساحه باب سيدي عبد الوهاب، الساحه التاريخيه في مدينه وجده، من اجل التعريف بالاكله الشعبيه رقم واحد في الجهه الشرقيه اللي هي اكله كيران. اليوم عندنا يوم الافتتاح ديال مهرجان كيران عادات وتقاليد. هذا العام عندنا حضور ديال فرق عالميه من امريكا، من المكسيك، من الارجنتين، من مصر، من السنغال، من موريتانيا، من فرنسا واسبانيا. كندعو الجمهور كامل انه يجي ويكتشفوا هذه الاكله ديال كيران عن طريق الفن والثقافه. ادريس بجواله رئيس غرفه الصناعه التقليديه لجهه الشرق. اولا كنشكر جميع المنابر الاعلاميه اللي وكبت هذا الحدث اللي هو المهرجان الثالث لاكله كيران بالمنطقه ديالنا، وخاصة بمدينة وجدة. مدينة وجدة اللي معروفة بجوج كلمات، يسال كاع اللي يجي هنا لوجدة وما ياكلش كيران وما يشربش باردة بحال اللي ما دار والو. إذا هذا المهرجان كيدخل في واحد الإطار ديال المحافظة على الموروث الثقافي اللامادي، وهذو من بين الإشارات ديال صاحب جلالة نصر الله. احنا ارتئينا بانه نواكبوا هذا اللقاء ديال المهرجان الثالث لكيران، لانه كيدخل في اختصاصات ديال غرفه الصناعه التقنيه ديال جهه الشرق. وربما الى كتلاحظوا باش يوصل لهذا المهرجان الملتقى الثالث ديالو الا وغادي تكون واحد المبادرات واحد المجهودات من خلالها. كنشكر الجمعيه اللي ساهره على هذا اللقاء. المشاركه في هذا المهرجان ديال كيران بمدينه وجده وهو باش نشهروا هاد الاكله هذه، لان كاين الناس اللي ما عارفينهاش وما عارفينش يعني شنو هي هاد الاكله هذه كيران، وحنا بغينا نشهروها بهاد المناسبه ديال هاد المهرجان هذا. وحنا كنشكروا هاد المسؤولين ديال هاد المهرجان اللي يعني دعاونا لهاد المشاركه ديال هاد المهرجان باش نبينوا هاد الاكله هذه ونشهروها. الشيف الهواري بطبيعه الحال من اللجنه المنظمه ديال مهرجان كيران من الانشاء ديالو. هذه السنه بانه التحدي اللي عندنا بانه اولا هو الاستمراريه باش يستمر واحد المهرجان بواحد الزخم بواحد القوه وبواحد الشعبيه، وبانه الناس تتبعوه. حنا دابا عندنا الصحافه من كل تقريبا جات من دول العالم باش تواكب هذا الحدث اللي هو الناس وثانيا هو تثمين للتراث، تثمين للتراث ديال المنطقه الشرقيه بالخصوص، لان عندهم واحد التراث اللي هو محبوب والناس تتبعوه. طيب لا سيما الوجبه ديال الكيران اللي هي خاصه بالمنطقه الشرقيه بمنطقه وجده، ما كايناش في منطقه اخرى. يمكن كاين كرانتيكا، كاين كلانتي، كاين لافارينيتا، كاين بزاف الدول الاخرى، ولكن كيران خاص بالمنطقه الشرقيه. انا تنقول لهم دائما بانه كيران راه ماشي هو كرانتيكا، لانه تيتكال في واحد الوقت محدد